أهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا النقاش الثري الذي كان لدينا مع الشهوالي، سوف نتابع العمل بأمر ممثل، والآن لدينا جلسة عنوانها تدريب القوات المحلية وما هي العبر التي استخلصناها أو تعلمناها من أفغانستان. وسوف يكون لدينا ثلاث متحدثين من خلفيات مختلفة، واحد من العسكرية، واحد من الشرطة المحلية، واحد من منظمات المجتمع المدني، وسوف يناقشون معنا خبرتهم في أفغانستان. إذن وقبل أن أعرف بهم وأن أعطيهم الكلام، سوف أتحدث عن بعض الملاحظات التنظيمية. إذن تذكر أن كل الجلسات مسجلة وسوف تصبح متوفرة على صفحتنا على شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، ويمكنكم طرح الأسئلة. إذن يمكن للحضور القيام بذلك عبر منصة للمؤتمر بشكل من دون اسم أو تحت اسمكم الخاص، ويمكنكم أيضا أن تتشاركوا على شبكة التواصل الاجتماعي مشاركتكم في مؤتمرنا. فيمكنكم استخدام هاشتاج PAX POC 2021 هاشتاج على تويتر. وإذن سوف نغوص الآن في فحوى جلستنا. أولا لدينا سيد تيموثي كودو، وهو المتحدث الأولي لدينا، وهو في البحرية الأمريكية سابقا، وكان يعمل في أفغانستان أيضا، يكتب حول الأثر الذهني للحرب، ولا تم نشر أعماله في الكثير من الأوراق بما فيها نيويورك تايمز ونيو أتلانتيك وواشنطن بوست وغيرها. وعمل سابقا كمستشار للسياسات في حملات أمريكية عدة، وكان مستشارا لمكتب نيويورك أو مكتب ماكنزي في الولايات المتحدة، وكان يعمل كمستشار أيضا للخدمات المالية، ويعمل أيضا لدى المنظمات الخيرية ومصارف وما إلى ذلك. وهو حائز على شهادات من جامعة نيويورك، ولديه أيضا شهادة من جامعة كاليفورنيا، وحاليا هو يكتب قصة حول حرب أفغانستان. تيموثي، إذن نعطيك الكلام، تفضل. شكرا، مرحبا. وكما قلت، ذهبت إلى أفغانستان بين العامين 2010-2011 تحت إدارة أوباما، وكنا نعمل في الوسط وعلى في الكرة التي أرسلنا لحمايتها، وكنا نعمل مع الشرطة والجيش الأفغاني، وكنا نؤمن أن ربح الحرب في أفغانستان كان لنربح الحرب في أفغانستان كان يجب أن ندرب القوات المحلية ليحاربوا الطالبان، وإن أثر إخفاقنا لم نتحمله نحن بل تحمله المدنيون. والجنرال ديفيد بيتريس أرسل إلينا توجيهات لتدريب أو حول الضحايا المدنيين وأقتبس، أن المدنيين يتحملون نتائج أفعالنا كثيرا، لذلك أنا من الضروري أن نقوم بكل عملياتنا مع الشركائنا الأفغانيين، ويكون الأفغانيون جزءا من عمليات التحضير والتنفيذ لعملياتنا. وكنا نحاول أن نبني الثقة أيضا لدى الجمهور بالقوات الأفغانية، ولكن بعض الأمور النظرية كانت صعبة التطبيق. وفي أيامي الأولى في أفغانستان كان هناك هجمات ضد فرقنا ضد من قبل الطالبان، وداخل المجمع لدينا دخل بعض المحاربين من الطالبان ليهاجمونا. وفي فترة وجيزة جدا كنا بخطر كبير جدا، وذهبت. إذن أنا كنت في أفغانستان لسبعة أشهر تقريبا، وكان هناك عمليات هائلة جدا لا يمكن أعدها. وفي
كان هناك أيضا نوع من الجهل في الثقافة الأمريكية حول الأمور التي كانت تحصل في أفغانستان، وكان هناك إذن قنابل كثيرة تم إطلاقها ورميها على المحاربين، وتم قتل الكثير منهم في أرض المعركة. ولكن بعد تقييم الضرر هذه الهجمات، نرى بقايا وأشلاء أطفال إذن في أرض المعركة، وإذن أصبحنا نعرف أن الطالبان أصبحوا يتقاتلون أو يدخلون في قتالات معنا من المناطق المدنية، وذلك من أجل الحد من أثر هجماتنا عليهم. وللأسف تم إقصاء الأفغانيين من صنع القرارات، لأن هناك أهداف استراتيجية عالية، وكان لشركائنا الأفغانيين قدرة محدودة للقيام بالعمليات معنا. وفي حالات أخرى كنا نعمل أيضا مع كان لدينا معركة طويلة مع طالبان، وكانوا في منطقة أكثر ارتفاعا منا، ولم نكن قادرين على تحديد سواء كانوا هم من المدنيين أو سواء كان هناك مدنيين بين مع الطالبان هناك، ولم نكن نعرف نواياهم، ولكن إذن لم نفهمهم، لم نكن نعرف ما هو وضعهم، ما هي حاجاتهم. إذن استمر هؤلاء الأشخاص، إذن كانوا يتجهون نحونا ولم نكن نعرف من هم، فلذلك حين اقتربوا منا أطلقنا النار. فإذن كان هنا الداعي هو الدفاع عن النفس، ورأينا الناس يموتون أمامنا مباشرة. وحين اقتربنا منهم بدأنا نفكر ونصلي أنه ربما كانوا يحملون الأسلحة، وذلك لتعليل إطلاق النار عليهم. فإذا هم كانوا يذهبون إلى منزلهم ونحن قتلناهم على بعض بضعة الخطوات من منازلهم، وقمنا بصدم عائلاتهم بهذا الشكل. فإذا نحن حاولنا أن نطلب منهم أن يبتعدوا عنها ولا يتجهوا نحونا، ولكننا أخفقنا بالتواصل معهم. وبعد ذلك أصبح من الصعب بالنسبة إلينا بناء العلاقات مع المحليين، وأصبح الناس دائما يحملون الأسلحة المدفعة عن نفسهم. ولكن إن القوات الأمنية الأفغانية كان لديها تحدياتها الخاصة أيضا، فهم كانوا يستخدمون الحواجز وكانوا يحصلون على الرشاوى من المدنيين، وأصبحت الأمور تزداد سوءا بسبب ذلك، بسبب الطمع. وأصبح الشعب الأفغاني يكره القوات الأمن لديهم بسبب الفساد. نحن كنا لدينا قواعد تمنع التعذيب مثلا، ولكن القوات الأفغانية لم تكن تعمل بنفس هذه القواعد، ومرة اعتقلوا محاربا من الطالبان، فقامت القوات الأفغانية بإرسال دورية قبلنا إلى بلدة، ووصلنا إليهم بعد فترة، ولكن كان هناك إجراءات سيئة جدا، قاموا بضرب الشخص الذي اعتقلوه بشكل كبير جدا. وقد استغل أيضا الجيش الأفغاني أو القوات الأمن الأفغانية سلطتها للتعدي اعتداء الجنسية على الكثير من الناس. هذه الأمور صعبة جدا للتعامل معها ولتحسينها، وكانت التدخلات مسموحة لنا فقط إذا كنا نشهد على الانتهاكات بشكل مباشر، وإن مهمتنا لم تكن إيقاف هذه الجرائم، بل كانت الانتصار على الطالبان ومحاربة الطالبان.
إن محاولات مواجهة هذه الانتهاكات التي كانت تحصل كانت تتلاقى بعدائية كثيرة جدا. وبعد فترة أصبحنا نرى أنفسنا نحن كقوات بحرية أمريكية كشركاء في هذه الجرائم. ونحن كنا نعمل أيضا على الحد من الاختلافات أو من عدم فهم الثقافة المحلية من أجل أن نقترب قليلا من السكان. وكنا نعمل وأن العمل مع الشركاء المحليين يتطلب وقتا طويلا جدا. ولذلك على القادة العسكريين أن يروا من في صفوفهم يمكنه التعاون مع المدنيين من أجل بناء العلاقات معهم. ويجب أن يكون هناك حملات توعية لدى الجنود قبل أن يأتوا إلى المناطق. وبالإضافة إلى ذلك وفي النزاعات الفاعلة هناك أخطاء تحصل كثيرا، وعلينا التأكد من أن المدنيين لا يتحملون هذه الأخطاء. وعلينا أن نعمل إذن في شراكاتنا إذن، وعلينا أن ننجح في التدريب وأن ننجح على الأرض أيضا في التنفيذ. وعلينا أن نحاول أن نتفادى الانتهاكات التي كانت تحصل. لذلك من الضروري أن نضع إجراءات في وقت مسبق لضمان أن تنفيذها. ويجب أن يكون أن سلطة القيادة واضحة وتعرف ما هي الأمور المقبولة وغير المقبولة، ليعرف الجميع ما هي الأمور المقبولة وغير المقبولة. ولكن سلطة القيادة لا تدرب الكثير. ليس هناك تدريبات كثيرة مثلا على الكمائن التي كانت تحصل مثلا على الأمور التي قد تحصل لنا على الأرض. وإن المشاكل التي نعاني منها هي كبيرة جدا. وعلينا أيضا أن ننشر الوعي حول البشرية وأهمية الحياة البشرية حتى حين نقوم بقتال. وعلينا أن نحترم قدسية الأمور الأماكن المقدسة. وعلينا أن نحترم الأصدقاء والأعداء وحتى بعد نهاية القتال. إذن نحن علينا أن نعطي دائما الفرصة للمدنيين ليعودوا دائما إلى منزلهم بأمان. شكرا. شكرا على هذا النقاش الصريح والمنفتح، حيث نتحدث عن النجاح وإخفاقات العمليات العسكرية، وتحدثنا أيضا عن التحديات في العمل مع القوات الأفغانية المحلية، وقد سلط الضوء على العمل مع الشركاء المحليين لتجنب الإصابات بين المحليين. ولكن الأهم هو تسليط الضوء على القضاء الإجرائي. الآن أعطي الكلمة ليوركا فلوركس التي هي تتمتع بأكثر من 44 عام من الخبرة في الشرطة، و عملت في مجالات عدة متعلقة في مجال الشرطة، وأيضا في مجال عدم التمييز، وتواجدت في أفغانستان بين 2011 و2012، وكانت من وأيضا عملت على إنشاء اجتماعات الشرطة للنسائية، وتواجدت في العراق لثلاثة أشهر في العام 2020. سوف أعطيك الكلمة يوكا. شكرا وشكرا على الدعوة. كما قلت أنا يوكا فلوركس، وأنا مفتشة رئيسية في الشرطة الهولندية، ويمكنني أن أتحدث عن خبرتي في أفغانستان بين 2011 و2012. كان لدي بعض الشرائح لا أراها الآن، سوف تعرض. حين بدأت في أفغانستان كانت مهمتي أن أكون مستشارة لحقوق الإنسان والجندر،
وسألت كم ما هو عدد الشرطة النسائية هنا في كابول، وكان هناك 300 في ذلك الوقت، وبدأت بالتدريب وأيضا للرجال في الشرطة. أول ما يجب فعله هو إقناع السلطة والإدارة لماذا نريد أن ندرب الشرطة النسائية. يمكن هناك طريقتين لذلك. أولا في يمكننا القول أن المرأة لديها حقوق متساوية للمشاركة في القطاع الأمني، وبسبب القرار 2025، أو أيضا لأنه من المهم أن تكون النساء في القوة الشرطية، قوة الشرطة، وأيضا لأنه من الفعال أن تكون هناك نساء في الشرطة، ومن المهم بالنسبة لذلك ذلك بالنسبة لي، لأن الشرطة تصبح تمثيلها أفضل، وهي تمثل النصف الآخر من المجتمع، ويخفف ذلك من العنف كما ترون على الشريحة، ويخف التمييز ضد المرأة، وتخفيف التصعيد في حالات النزاع. هو الأهم هو أنه يحسن عمليات المعلومات، وأن المعلومات هي جزء كبير من عملنا كشرطة، جمع المعلومات، والنساء لديهن معلومات كثيرة، هن عيون وأذان المجتمع، وأيضاً فرد في الشرطة يجب أن تجمع هذه المعلومات، ومن المهم أن يكون لديها نفاذ إلى النساء. إذن من المهم كان أن نصوب هذا الوضع في الشرطة. وأيضا في هولندا كانت لدي تجربة، فخبرتي تمتد على 44 سنة. إن استخدام بطاقة المساواة ليست هي الطريقة المناسبة من أجل تحقيق المساواة في الشرطة، ولكن التركيز على أهمية دور المرأة في الشرطة هو الأداة الناجحة. إذن الشريحة التالية. إذن الآن ترون الشريحة الثانية. من المهم إذا حاولتم أن تقنعوا أو تبدأوا النقاش مع الذكور في الشرطة هو أن تستخدموا لغة الشرطة، اللغة التي يفهمها الشرطي، عن جمع الأدلة والأسئلة والمعلومات واستخدام الأمثلة التشغيلية. والمهم أيضا هو النظر لبيئة آمنة لتتعلم فيه الإناث. وكانت في المرة الأولى التي طلبت منها تدريب الشرطيات كانت الصفوف مختلطة بين ذكور وإناث، وكان هناك شرطيتان فقط في التدريب، وكانت الأنثيين تريدان فعلا التعلم، ولكن بعد الاستراحة كانت صامتتان جدا. إذن نحن نعرف ماذا حصل خلال الاستراحة، لم يسمح لهما أن تبديان هذا الحماس وطرح الأسئلة أو التحدث بصوت عال. وإذن هذه لم تكن بيئة تعلم آمنة للشرطيات لينمينا، وبالتالي بدأت أدرب النساء وحدهن، وكان المدربون فقط إناث،
وبالتالي كنا يتعلمنا وينشئنا علاقات ويقفنا أمام الصف ويتحدثنا عن تجربتهن. إذن كان ذلك مهم جدا، ولأن التدريب كان كله من النساء الجميع يريد أن يحضر. ففي سنة واحدة دربت 133 أنثى لأنهن يريدنا أن يخضعنا لهذا التدريب، لأن الوضع كان آمن ولأن أفراد عائلاتهن سمحنا لهن بحضور التدريب، أزواجهن وعائلاتهن. بالنسبة لي من المهم أن نمشي على خارطة الطريق. يكون هناك مدة التدريب من 8 صباحا حتى 4 بعد الظهر مثلا. لم يكن من الممكن للإناث أن يأتينا في الساعة 8 للتدريب. يجب أن نطلب منهن ما هو مناسب لكنا. من المناسب أن تأتون في 10 وتتوقفنا في 3، إذن لا بأس ننظم التدريب على هذا الأساس. من المهم أن يحصلنا على كامل البرنامج، برنامج التدريب، وأن يحصل الرجال والنساء على التدريب نفسه، وعوضا أن يكون 8 أسابيع كانت مدته 13 أسبوعا لأن الأيامات كانت أقصر. وأيضا يجب أن تأخذ مسؤولياتهن بعين الاعتبار. أحيانا تأتي مشاركة اليوم وثم تتغيب لأنها تقول أن لدي حفل وعلي أن أطبخ غدا. إذن طبعا في هذه الحالة يجب أن نمارس بعض القسوة ونقول أنه يجب أن تتبعي برنامج التدريب. إذن هذه هي تجربتي، هذا ما رأيته بين 2011 و2012. إن النساء كنا متحمسات جدا للتعلم، وأحيانا كانوا يسألون لماذا تدربينهم وهن لن تدربينهن هن لن يحصلوا على مناصب عالية. هناك مناصب مخصصة للنساء، والإدارة قالت لنا أن النساء لا يصلن إلى هذه المناصب لأنه لم يتم تدريبهن. إذن يجب تدريبهن للوصول إلى هذه المناصب. والآن أنا أشعر بأسف شديد جدا لوضع النساء الشرطيات الآن اليوم في أفغانستان. شكرا لا سيما وأن قطاع الأمن حكر على الذكور بشكل عام. إن تشارك هذه الخبرة ليس الهدف النهائي، يجب أن يكون لدينا خارطة طريق. طبعا أود أن أذكر المشاركين على الإنترنت أنهم يمكنهم أن يطرحوا الأسئلة إلى ضيوفنا. والآن سوف أدعو محمد بط الذي هو كان مصدر وحي بالنسبة لي، وهو قد قاد ندوات عدة في آسيا. في 1991 انضم إلى بي بي سي للعمل في أفغانستان، وكان لديه برنامج شهير جدا ولا يزال قائما على بي بي سي دراما، ويتحدث عن أوضاع في آسيا وأفريقيا لا سيما في أفغانستان، وهذا البرنامج لا يزال يعرض.
وتم التطرق إلى هذه المواضيع في البرنامج لأكثر من 25 سنة، وتعاليمه الإسلامي سمح له بالعمل بهذا المجال بشكل مناسب جدا. جون، الكلمة لك. شكرا سابا، شكرا على الدعوة. نعم، أنا أرى الأمور من وجهة نظر مدنية، وعملياتنا أو تدخلنا من خلال الدراما أو المسلسلات لم تكن للجيش أو للشرطة الرسمية، ولكن أكثر كنا نأخذ بعين الاعتبار المعارضة المسلحة. لأن هذه المسلسلات كانت بلغة باشتو كما ذكرت سابا، ولم يكن لدينا أي تفاعل مع القوات الأجنبية في أفغانستان. إذا عدنا إلى الشريحة، إلى الصفحة الأولى، سوف أعطي نظرة عامة إلى الخلفية التاريخية. فإذا هذه الخلفية تعود إلى 1994، لأنه في هذه المرحلة بدأ الطالبان تسيطر على أفغانستان. وما يجب أن نركز عليه وما لا تذكره وسائل الإعلام الغربية هو أن تقدم طالبان في 1994 كان سمح للمدنيين أن يتنفسوا سعداء في أفغانستان، لأنهم حتى 1994 لسيما بين 92 و94 كان هناك مشادات بين الحكومة الشيوعية وطالبان، وكان هناك الكثير من القمع واستغلال للشعب. وكما يعرف السيد شهولي، كان هناك حواجز في كل مكان. وأتذكر في منطقة ما في أفغانستان كانت معي سيارة، وقال أحدهم لي هذه المنطقة التي سوف تدخلها هناك 150 حاجز في منطقة واحدة، إنها محلة في المفهوم البريطاني. إذن إنها منطقة صغيرة، إذن 150 حاجز في منطقة صغيرة. ربما من الأفضل أن تتخلص من السيارة للدخول إلى هذه المنطقة، وعدت أدراجي في تلك الحالة. فإذا في لكل ما كان يتعرض له الأفغان في تلك الحقبة على الحواجز من قتل واغتصاب وانتهاكات، وكان يجب عليهم أن يدفعوا المال أو فإذا كانوا يتعرضون إلى مآس كثيرة. والسبب الآخر لماذا فرح الناس بصعود طالبان هو أنه كان هناك هجوم صاروخي في العاصمة في كابول، ولم يكن يميز بين من يحتل كابول ومن لا يحتلها، وكان هناك قصف صاروخي كل يوم في كابول. وإذن الجميع كان سعيد بصعود طالبان، ارتاح المدنيون. حين استلم طالبان السلطة ب 1994 وبدأ ذلك ووصلوا إلى كابول في 1996. إذن الشريحة التالية.
نصل الآن إلى سقوط الطالبان وتعلمي من الأخطاء التي حصلت. فإذن في العام 2001 حين سقطت الحكومة الطالبان في أفغانستان، فهم ذهبوا إلى الناس الذين تم إقصاؤهم لأنهم كانوا جزءاً من الأعمال ضد المدنيين حتى العامين 1994 أو 1996 بحسب الفترة التي سقطت فيها المناطق لأفغانستان. فإذا ذهب طالبان إلى هذه الشرائح لتصبح شركائهم، ذهبوا إلى الأشخاص الذين أقصوهم في أفغانستان ليصبحوا شركائهم، والآن أصبح الكثيرون يعون أن هؤلاء الناس أصبحوا يعرفون أن هذه الطريقة جيدة جدا للعمل هنا، فيمكنهم التعاون مع القوات الغربية والحصول على أموال كثيرة بهذه الطريقة، وذلك عبر إيواء طالبان وبعد ذلك تسليمهم. وأن المسار السياسي والدستوري للعامين 2002 و2003 كان فيه أيضا تعقيدات كثيرة، وقبل ذلك كان هناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها في بون، وهي اتفاقية بون التي أدت إلى خارطة طريق نحو الدستور الجديد والوضع السياسي الجديد في أفغانستان. والطالبان لم يكونوا مشاركين فيها، وفي ذلك الوقت كان عارض طالبان أن يستسلموا في ذلك الوقت، وقالوا أنهم يودون أن يكونوا جزءا من هذا المسار، ولكن الجميع وليس أنا فقط بل أن الجميع الخبراء في أفغانستان أصبحوا يعون أن إقصاء طالبان من اتفاقات بون كان خطأ كبير، وكان يجب إدراجهم في اتفاقية بون ومسار بون ليكونوا جزءا من الحل السياسي. فحتى أن طالبان عرضت أن تستسلم، ولكن وزير الدفاع قال إنهم ليسوا في موقع للتفاوض حول استسلام. فإذا أراد الجميع لأفغانستان أن يذهب بعيدا عوضا أن يكون ليكونوا بعيدين عن العمل والحال في أفغانستان. فإذا الصفحة التالية لو سمحتم. إذا هذه الصورة تعرض الرئيس الأفغاني القادم هنا في خلفية الصورة، وهذه إذا هنا نحن نرى تجمعين كبيرين، وكنت قد دخلت إلى كل منهما، وذلك من أجل أن أقوم ببرامج على الراديو من أجل دعم المسار السياسي، وكان ذلك فترة أمل ورجاء كبيرة جدا في أفغانستان. الصفحة التالية لو سمحتم. فإذا كان هناك أمل كبير جدا وضع في هذا المسار، إذن كيف استمرت الأمور بالتطور هنا؟ أنا كنت أذهب إلى منطقة جنوب كابول بتكرار كبير جدا، وكان هناك حادث حصل هناك، حادث مهم جدا، حيث كان هناك الناس يذهبون إلى من خست إلى الأودية المجاورة، لذلك كان من السهل جدا للأشخاص الذين لديهم عمليات انتقامية يقومون بها، وإذا كان هناك ناس قد تعاونوا مع أعداء لأشخاص آخرين، فهناك عمليات انتقامية كانت تحصل بأشكال كبيرة جدا ضد،
فإذا كان هناك أشخاص يعملون مع منظمات خارجية أو أجنبية كانوا يتعرضون لعمليات الانتقام، وهناك كان هناك عمليات تصفية حسابات كبيرة جدا، وذلك قبل دخول النظام الجديد في السلطة. إذن كان وكان هناك موكب كبير جدا ذاهب من خوست إلى منطقة أخرى في المحافظة نفسها، وكان هناك عملية تصفية حساب مع الطالبان مع هذه أولئك الأشخاص، وحصل هجوم عليهم. وأتذكر أيضا أن هناك قيادي سابق في أفغانستان كان في طريقه إلى حفل زفاف وتم استهدافه هناك، ولكن كانت المعلومات خاطئة، ولكن أدت إلى إبادة العائلة بأسرها عبر هذا الهجوم على الزفاف. فإذا كان هناك تقارير كاذبة ترسل إلى القوات الأجنبية أيضا من أجل تصفية الحسابات، وتم استهداف الكثير من حفلات الأعراس. الصفحة التالية، إذن كانت تحصل هجمات كثيرة على حفلات زفاف استنادا إلى تقارير خاطئة، وفي بعض الأحيان يكون كما تحدث تيموثي سابقا مثلا، يكون هناك مثلا مناطق فيها حظر مثلا على إطلاق النار مثلا، كان أخبرنا تيموثي عن حوادث عدة مثلا، كان هناك أشخاص يستخدمون إذن بطاقاتهم الأمنية من أجل أن يحصلوا يسيطروا على بعض المنظمات غير الحكومية مثلا، ويأثروا على حيادتها. وفي بعض الأحيان مثلا كان يكون هناك إطلاق نار احتفالي في حفلات الزواج وحفلات الأعراس، ويتم الرد عليها لأنه لم يعرف أنها نيران صديقة مثلا أو نيران غير عدائية. فحصل الكثير من الحوادث في هذا المجال. وكما كنت أقول لكم، من العامين 2013 إلى 2015 فأنا كنت أترأس مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية التي كانت تعمل من أجل محاولة الحصول على وصول أفضل للمساعدات الإنسانية في المناطق النائية، بما فيها المناطق التي تديرها المعارضة المسلحة. وما صدمني حقا إذن وكان المقاربة العسكرية والإنسانية للوصول إلى المساعدة، وأنا حاولت أن أصل إلى اتفاق مشترك مع السكان المحلي، هو أننا نقوم بأعمال خيرية مقبولة في تقاليدنا في تقاليدهم، ولكن المنظمات غير الحكومية وللأسف كان لديها أيضا مقاربة أمنية للوصول إلى المساعدات، فإذا كانوا ينظرون إلى المساعدات على أنها مسألة أمنية. وكلما كان للمنظمات غير الحكومية قوى أمنية تحميها، كلما زاد تحزبها نوعاً أو قربها من المجموعات المسلحة، وكلما زاد خطرها أو قلت الثقة الناس بها. فإذا كانت هذه مشكلة هنا. إذن المقاربة الأمنية للوصول إلى المساعدة الإنسانية كانت هي المشكلة، عوضا عن المقاربة الإنسانية للوصول إلى المساعدات الإنسانية التي كانت تتراصف مع التقاليد الأفغانية والتقاليد الإسلامية التي تبشر أيضا بالمساعدة الإنسانية والخيرية. وكان لدينا أيضا أمر مأساوي أيضا، وهو قصف مستشفى ميدسان سان فروتيير أو الأطباء بلا حدود في كوندوز،
وأدت إلى وفاة أحد أشخاص الذين إلى وفاة شخص تابع لفريق عملي. إذن فإذا كان لدي علاقة مباشرة نوعا ما مع هذا الهجوم على المدنيين في هذا المكان في هذا المستشفى. وسبب هذا الهجوم كان النقص بفهم القانون الإنساني الدولي. فإذا أنا رئيس أطباء بلا حدود في ذلك الوقت وسألناه إن كان محاربين من طالبان كانوا يتم معالجتهم في هذا المستشفى، وكان جوابه نعم بالطبع، نحن علينا أن نعالج كل الناس لأن هذه مهمتنا، من أي جهة أتوا يجب أن نعالجهم، وهذا بموجب القانون الإنساني الدولي. فإذا كان لدينا نقص في فهم القانون الإنساني الدولي، وهذا ما أدى إلى قصف مستشفى أطباء بلا حدود في قندس تحت ذريعة أن هناك الكثير من الأشخاص من أفغانستان هناك، وأنا لا أعرف ما هي سلسلة التواصل التي حصلت والتي أدت وصول المعلومات إلى القوات الأمريكية التي قامت بهذا القصف، ولكن يمكننا أن نتخيل أن وجود الطالبان في هذا المستشفى كان عاملا في الهجوم على هذا المستشفى. فإذا كما قلت الصفحة التالية لو سمحتم، إن جهود التواصل الذي بذلناها في ذلك الوقت كانت موجهة نحو الناس الذين لم يتعاملوا مع القوات الأجنبية في أفغانستان، وكان هناك أمر مشترك بين ذلك الوقت وبين اليوم، وهو أن السبب أنا كعالم إسلامي في أفغانستان فأنا لست وحيدا في هذا المجال، وهناك كثير من العلماء الإسلاميين الذين استخلصوا أن الحرب أصبحت قديمة لأنه لا يمكننا أن نحافظ على قواعد الحرب بالأسلحة الحديثة، وأن أفغانستان هي خير مثال على ذلك. فإذا لدينا الجهة الأمريكية، ولدينا إذن أنواع عدة من القنابل الجديدة التي استحدثت والتي لا تميز. وفي العام 2017 كان هناك هجوم على أتشين في المنطقة الشرقية من أفغانستان ضد قوات داعش، وتم استخدام قنبلة لا أتذكر اسمها، ولكنها تسمى أكبر قنبلة غير نووية غير ذرية في الترسانة الأمريكية، وأدت إلى عدد هائل من الضحايا المدنيين، ولا يمكن حماية المدنيين من هذه القنابل كلها. والآن أصبح ينظر إلى كل هذه الحوادث على أنها مجرد الماضي. عفوا جون، بدأ الوقت يداهمنا، ونود أن نطرح عليك سؤالا طرحه أحد المتحدثين. هل ترى أخطاء مشتركة الآن مثل أفغانستان عبر إقصاء المجموعات المسلحة من المسار السياسي؟ إذا الأمر يعتمد هنا، وكما قلت سابقا أراد الناس أن يتخلصوا من الطالبان فقرروا إقصائهم من المفاوضات. فإذا الطالبان في العام 2002 الطالبان في العام 2001 لم يكونوا منظمة إرهابية أو مصنفين على أنهم منظمة إرهابية، والسبب اعتبارهم على هذا الشكل كان الناس الذين يأوونهم، وهذه نقطة مهمة هنا. وكان الأمر صعب جدا بالنسبة إليهم
تسليم الشخص الذي كانوا يأوونه، وهذا ما أدى إلى تصنيفهم على أنهم إرهابيين، وهذا ما أدى إلى الحرب على أفغانستان وإزاحتهم عن الحكومة. وهناك عالم غربي إسلامي آخر توفي منذ بضعة أشهر، وكان يخبر قصة أن كان هناك اجتماع لأفغانستان في من العالم، وأتى إليه مجموعة إذن من أفغانستان في هذا الاجتماع، وقال لهم تخلصوا من ذلك الرجل بحق الله. أنتم تعرفون عن من أتحدث هنا. فقالوا له من تقاليدنا هو أن نأوي شخصا هاربا أو لاجئا أو تأمين اللجوء، إذن أعطاء اللجوء أو ملجأ لشخص يحتاج إليه، إذن هذا جزء من تقاليدهم. وإن هذا الشخص كان موجود هناك قبل مجيء الطالبان، وهذا ما ذكرته في صفحة الأولى، ولكنني لم أتحدث عن هذا الموضوع. هو كان موجودا في الثمانينيات في الكفاح ضد الاتحاد السوفيتي، فإذا لم يكن موجودا في أفغانستان بسبب الطالبان، فإذا كان من الصعب جدا بالنسبة إليهم أن يسلموا هذا الرجل بكل بساطة نحو مصير وهو الموت المحتم، وذلك بحسب قواعد الشرف لديهم. فإذا إن الأمر يعتمد هنا، الإجابة على هذا السؤال هي أن الأمر يعتمد على الوضع أو السياق. فإذا كنا نتحدث عن مجموعة ما تدخل في أعمال قتالية ضد الأفغان ضد الطالبان مثلا، فعلينا التفكير مرتين. لو كان الفريق ما زال مشاركا في الصراع، فنعم يمكن لا يمكن التفكير مرتين، يوم الجيش بأقصاه، ولكن الطالبان في ذلك الوقت قرروا الاستسلام وتم رفض هذا الاستسلام. شكرا. لدينا سؤال أيضا مثير للاهتمام للسيد تيموثي كودو، الذي قال إنهم أنا الذي قال إن تدريب القوات الأفغانية قد فشل، فإذا في المستقبل كيف يمكننا نضمن نجاح هذا الموضوع؟ إذن من وجهة نظري تستند فقط إلى الجيش الأمريكي الذي عمل هناك، وأنا لا أعرف ماذا كان يحصل في مناطق أخرى في أفغانستان والشركاء الذين كانوا يدربون الأفغانيين، ولكن المسألة لا تتعلق هنا بقدرات الأفغانيين على التدرب، ولكن الأمر يتعلق بأن الجيش غير مبني للقيام بهذا العمل، وأن الجيش الأمريكي هدفه الأساسي هو الفوز بالحروب والمعارك. قد أبلينا بلاء جيدا في تدريب القوات الأفغانية في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان لم يكن أداءنا جيدا، وأن نشر القوات الأرضية على الأرض بشكل موسع جدا قد يمكن أن يساعد على بناء القدرات في بعض الأحيان، ولكن لا يمكننا أن نضمن دائما نجاح هذا الموضوع. ولكن من أجل ضمان النجاح يجب أن يكون هناك مدربين متخصصين يمكنهم أن يدربوا وحدات صغيرة، ونحن لدينا خبراء كثيرين جدا في الولايات المتحدة يقومون بهذه الأعمال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نجلب المترجمين لترجمة الجلسة التدريبية مثلا، وهذه من أسباب إذن إخفاق تدريب الجيش الأفغانستاني. وأنا لا أعتقد أن الجيش هو الذي يجب أن يقومنا بهذه التدريبات. إذن شكرا، أود أن أشكر كل المتحدثين أثرس تيموثي وجون على تبادل خبراتهم معنا، هذه الخبرات المتنوعة. إذن لدي سؤال أخير. بعد هجوم الغارة على كابول، قام البنتاغون بالتحقيق بهذا الوضع، هل حان وقت الرقابة الخارجية؟ إذن الجيش الأمريكي
يركز على الضحايا على الحد من الضحايا البشرية وعدم وقفها بشكل كامل جدا. وهناك خطوات تؤخذ الحد من عدد الضحايا المدنيين وذلك مثل على غرار هجوم على كابول. وأن الجيش الأمريكي لا يريد حقا التعامل مع هذه المسائل لأن هذا الأمر يؤدي إلى التعامل معه على أنه بجرائم الحرب هنا ولا أحد في الجيش لديه يود أن يتم التعامل معه بهذا الشكل. وأن الحروب تؤدي في على أي حال إلى هذا النوع من الضحايا ولا يمكن أن يكون لدينا مقاربات من دون أي ضحايا. ولكن إن أخذنا مقاربة مثل هذه حيث يتم اعتبار الضحايا المدنيين على أنهم جرائم فهنا تتغير المقاربة بشكل كبير جدا. إذن شكرا للجميع وأنا أشجع كل الحضور للاستمرار بالتواصل مع المتحدثين على المنصات وغير وشبكات التواصل الاجتماعي التي هم فاعلين عليها. إذن مرة أخرى نشكركم. وبعد حوالي 9 دقائق سوف نبدأ بالجلسة التالية حيث سنتحدث عن كيف يمكن تنفيذ الأعمال المستخلصة أو عدم تنفيذها في الوضع في العراق. إذن ابقوا معنا. شكرا.